نروح للمارد الأحمر، النادي الأهلي، بنبارك له طبعا بالتأكيد ألف ألف مبروك. امبارح المباراة كانت صعبة، الشوط الأولاني يعني كلنا كنا قاعدين على أعصابنا، بس الحمد لله خلصت المباراة بسلامة وعدينا بسلام، وتأهل النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. لينا موعد قريب مع ريال مدريد الأسباني بعد طبعا ما حققنا فوز غالي ومثير على سياتل الأمريكي، وده بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة. الأهلي نجح الحقيقة ان احنا يعني نقرب خلاص ان احنا نبقى نوصل يعني المربع الذهبي زي ما بيقولوا، وده بعد طبعا ان احنا المفروض هنقابل ان شاء الله ريال مدريد الأسباني، وده هيكون يوم الأربعاء المقبل. المباراة هتبقى بالتأكيد صعبة جدا جدا، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، ويمكن بعد كأس العالم الأخير كلنا بقى عندنا أمال كتيرة، ما بقاش في حاجة اسمها مستحيل، وإن شاء الله ربنا يوفقه. وقبل كده يمكن هو كان في مباراة وحيدة بين الأهلي وريال مدريد كانت ودية والأهلي هو اللي تفوق فيها، فيمكن إن شاء الله ربنا يوفقه. معنا الأستاذ محمد الصايغ الناقد الرياضي، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مباراة بالتأكيد صعبة جدا الحقيقة لو اتكلمنا عن المباراة المقبلة، بس خلينا نتكلم الأول على مباراة امبارح، وكانت قراءة حضرتك ازاي لمستوى الأهلي سواء كان في الشوط الأول اللي انتهى بالتعادل السلبي أو الشوط الثاني بعد هدف الفوز؟ في البداية طبعا لازم نبارك النادي الأهلي وجماهيره على الأداء والمستوى اللي بيقدمه في كأس العالم وفي الدوري الممتاز، بصراحة أداء مبهر مع مستر كولر. كولر يمكن امبارح شفنا الماتش فريق سياتل يعني مش من الفرق اللي هي الضعيفه، بالعكس من الفرق القويه جدا من الناحيه البدنيه، وده معروف على كل الفرق الامريكيه. امبارح يمكن مستر كولر قسم او نجح ان هو يقسم المباراه على مرحلتين، المرحله الاولى كانت في الشوط الاول وكان هدفه الاساسي هو اجهاد فريق سياتل من الناحيه البدنيه. يمكن فريق سياتل يمكن اخر ماتش لعبه كان في شهر 10 اللي فات، فرقه بقى لها فتره ما بتلعبش، وده يمكن من اكثر العوامل اللي ساعدتنا ان احنا نتفوق على فريق سياتل من الناحيه البدنيه. الشوط الثاني يمكن شفنا تغييرات مستر مارسيل كولر امبارح في الثلث الهجومي تحديدا، واللي صنعت الفارق بشكل كبير وارهقت اللاعبين. يمكن شفنا ان محمد مجدي أفشة صاحب الهدف كان من افضل اللاعبين اللي نجح ان هو يربط ما بين خطوط الملعب، ونجح ان هو يحرز الهدف بعد ما الكره اصطدمت بالعارضه وربطته وشاطها ثاني. يمكن شفنا امبارح تغيير طاهر محمد طاهر نزل مكانه احمد عبد القادر، وكمان محمد شريف لما نزل مكان محمود كهربا. كل ده نشط الجانب الهجومي للنادي الاهلي، ونجح النادي الاهلي انه يخترق دفاعات سياتل ويسدد من خارج منطقه الجزاء. ويمكن شفنا ظهراء الجنب نجحوا بشكل كبير ان هم يتفوقوا في اكثر من كره ويعدوا ويشكلوا خطوره على مرمى فريق سياتل، والحمد لله خطه مارسيل كولر نجحت ان الاهلي يقابل ريال مدريد في نص النهائي. ايوه خلينا بقى نتكلم على هذه المباراه. بالتاكيد هو يمكن الاثنين سواء كان ريال مدريد او النادي الاهلي من اكثر النوادي حصولا على الالقاب، يعني ريال مدريد 28 لقب، النادي الاهلي 25، بس مع الاختلاف احنا بنتكلم بقى مع بطل اوروبا وبطل العالم وحاجه يعني اكيد مواجهه مش سهله. بس يمكن المباراه الوديه قبل كده كانت برضو في عصر الذهبي، وكان ريال مدريد ساعتها كان في زين الدين زيدان وكان في اسامي تقيله يعني، فهل يعني يبقى عندنا امل في هذه القصه؟ يعني حضرتك شايف المباراه ازاي؟ توقعات صراحه النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما معودنا ان هو بيفاجئ جماهيره وبيفاجئ الناس، والمباراه دي مفيش شك العالم كله هيتفرج عليها. زي ما حضرتك اتفضلت وقلت الاهلي بطل افريقيا وريال مدريد بطل العالم، مباراه صعبه بكل تاكيد. ريال مدريد لو اتكلمنا على الارض هو الاجهز فنيا الاجهز بدنيا، ما نقدرش نقول المباراه 50 50، لا ممكن نقول 60 40 70 30، لكن ده ما يمنعش ان النادي الاهلي اصبح عنده معنويات مرتفعه جدا ان هو يأدي بشكل كبير. احنا كان نفسنا في البرونزيه يعني، ما كناش طالبين كتير الحقيقه، بس الحقيقه المواجهه مع
ريال مدريد الحقيقة كانت بدري شوية، يعني كنا عايزينها تبقى في النهائي يعني. مباراة صعبة مفيش شك طبعا. ريال مدريد طبعا في نجوم كتير جدا يعني، سواء من أول حارس المرمى اللي هو كورتوا، خط النص عنده من أقوى الخطوط، مودريتش وأتنسو، وعندنا رودريجوز وفينيسيوس. لا في لعيبة كتيرة جدا، يمكن بس هو كريم بنزيما ممكن ما يلعبش، وهو ميليتاو لأن الإصابة لسه ما تحددش موقفهم بشكل يعني كامل. هو في احتمال كريم ما يلعبش؟ طبعا عايزين ندعي بقى يا جماعه كلنا في القصه يعني، ربنا يشفيه، بس بعيدا عن المباراه دي ان شاء الله يعني. كريم بنزيما عنده اجهاد ممكن ما يلعبش، وعندنا ميليتاو عنده اصابه عضليه، فده مفيش شك برضه ان في بدائل متاحه لفريق ريال مدريد. يمكن شفنا الصحف الاسبانيه بتقول ان رودريجو هيكون بديل كريم بنزيما، يمكن عندهم ماتش النهارده مع ريال مايوركا في الدوري الاسباني الساعه 3، وبعديها هيتوجهوا الى المغرب استعدادا لمباراه النادي الاهلي. لكن خليني اقول لحضرتك ان المباراه زي ما حضرتك قلت طبعا صعبه جدا 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 مفيش شك، لكن في النهايه النادي الاهلي خلينا نقول ان هو شرف وادى اللي عليه وحقق انتصارات، يعني اعتقد دي بتضيف لمصر مش للنادي الاهلي بس، سواء على مستوى النادي الاهلي اللي هو طبعا حقق انتصارات، 8 انتصارات تفوق على برشلونه اللي في المركز الثالث، وبعد كده ريال مدريد. النادي الاهلي عزز من مركزه في قائمه اكثر الفرق تسجيلا للاهداف في بطوله كاس العالم، 21 هدف. محمد الشناوي اكثر الحراس اللي هم بيحافظوا على نظافه شبابهم في كاس العالم، 4 مباريات تساوي مع نيوير. و طب احنا عايزين بس نصلي كده وندعي كلنا ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه، مباراه بالتاكيد صعبه جدا جدا جدا، بس برضو احنا عندنا امل. كل الشكر الاستاذ محمد الصايغ الناقد الرياضي، عايزين ندعي كلنا كده وربنا ان شاء الله هيعديها على خير، واحنا شعب طيب وهتعدي المباراه على خير. عندنا امل والله العظيم، ممكن النادي الاهلي والمارد الاحمر يعملها، ما فيش حاجه بعيده على ربنا.